السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين دليلة دي زاد. في لا فيديو تاع اليوم رايحة ندير لكم كشير دجاج بطريقة ناجحة بدون ملون. ونشكر المشتركات على الدعم تاعكم، واللي دخلوا لأول مرة للقناة مرحبا بكم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله يعجبكم الفيديو ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في القناه كويزين دليلة دي زاد. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير بصحه جيده. اليوم جبت لكم حبيبه قلبي كشير الدجاج بطريقه ناجحه وبلا المواد حافظه وبلا ملونات. بسم الله. واش عندنا؟ عندنا هنايا مغرفه تاع لاتاي تاع الملح، هنا عندي مغرفه تاع قهوه معمره تاع فلفل عكري، نص مغرفة تاع لاتاي تاع الكمون، مغرفة تاع لاتاي بودرة تاع الثوم، وعندي 3 حبات فرماج، وعندي 350 غرام تاع صدر الدجاج مرحي رحيتو عندي لي بيع الدجاج دوك نعاودلو هنايا. عندي 2 حبات بيض كاملين هامليك، فرغتهم في الكاس باش تشوفوا شحال. وعندي هنايا قيس كاس الا ربع تاع سميد رقيق، عندي ربع كاس تاع الزيت، وعندي كاس ماشي عامر تاع الزيتون بلا العظم، وعندي هنايا قيس هكذا القدر تاع هاد الحبه تاع نص حبه تاع فلفل طرشي خضراء ونص حبه تاع فلفل طرشي حمراء، قطعتهم هكذا صغار مربعات، خليتهم لكم هكاك باش تشوفوا شحال اللي درت. بسم الله. دوك ندير في الاشوار تاعي، ندير الدجاج تاعي اللي كان مرحي باش يجيني يعني يترحى مليح مليح. نزيد هادوك التوابل هنا، ونزيد الملح. قلت لكم ندير قدر تاع مغرفه تاع لاتاي تاع الملح، نتوما تقدروا تزيدوا هايلك. دوكا نزيد ملح شويه. بسم الله. وهنا نزيد 2 حبات بيض. بسم الله. هايلك وحده وهايلك ثانيه، 2 حبات بيض، ونزيد 3 حبات فرماج بورسيون هكذا، ونزيد هذا الكاس تاع سميد الا ربع، كاس تاع سميد الا ربع، ونزيد هذاك الربع تاع كاس تاع الزيت، ونزيد ثاني نخلط. ونعاود تاني نهبط هكذا باش يتخلط لنا مليح مليح، باسكو انا اشوار تاعي يعني صغيور، نتوما ولا كبير تاني كيف كيف ديروا كيما هنا، عاودوا خلطوا هذاك اللي راه هكذا في الكوتي طالع ماشي مخلط، عاودوا سقموه وهبطوه. هنا شوفوا كيفاه يولي لكم شغل كومين بات. دوك تشوفوا هنايا في الوعاء تاعي، هاولي كيفاه يجيكم القوام تاعو هاني. دوك نزيد هذاك الزيتون، بسم الله، هاني ونزيد هذاك فلفل الخضر والحمر، هذا اختياريه انا حبيت نديرو كيما اللي شفتو يتباع برا من داك نشري هكا فيها الفلفل، يجيكم نكهه. اللي حب يعني فلفل حمر حار يقدر يدير منه، من داك تاني يديرو فلفل حمر هذاك تاع دريس يشمخوه شويه في الماء ويقطعوه يبان هكاك، تعاود ديروا هذا في الفلطرشي، هذا اختياري يرجع ليكم. هاليك خلطوا كاع هنايا بسباتولا هكذا باش يروح لنا كاع داك الزيتون كل بلاص ماشي غير في بلاصه واحده مع هذاك الفلفل. هاليك نتوما هكا دوكا ولا شتو الملح كما قلت لكم مخصوص تقدروا ديروا هكا تذوقوا يعني ساهله هكذا. دوك نجيب لو فيلم اليمونتير وهنا نجيب هكذا لو فيلم اليمونتير
وعلى جبت هذه المغرفه تاع الحطب باسكو انا الكسكاس تاعي كي قصتو درتو هكذا لداخل. نتوما ثاني هذه ديروها مغرفه ولا شنو على حسب الكسكاس تاعكم باش كي تحطوه هذاك البوده تاع الكاشير يدخل ماشي يجي هكا معوج باش تفهموا. انا كي قصت جاتني هذه المغرفه صافي لازم ندير حسابي على حساب هذه المغرفه وندير شويه زياده على لي كوتي باش كي نبرم يعني هذا لو فيلم اليمونتير يجيني يعني سوا سوا. انا نديرو على ثلاثه خطرات هكذا باش نضمن كي يفور لي ما يترتقليش. هنا دوكا درت ثلاثه طبقات تاع لو فيلم اليمونتير تاعي هايك. دوك نجيب هذاك الكاشير لاباط تاعنا تاع الكاشير نحطها هكذا في الوسط هايك نستعينو بالباسباتولا تاعنا. وهنا نستعين هكذا بشويه تاع الزيت باش ما يتلاصقش في يدي هكذا. نديرو على حسب هاد المغرفه ما ديباسيو سينو الكسكاس تاعي ما راحش حيديه هايلي غير شويه برك هكذا باش يجيكم يعني ان بودا من بعد نكملو بالفيلم اليمونتير هاديك. كي نشوف هذاك الزيتون بدا يخرج لبرا نسيه كيفاش ندخلو لداخل هايلي. شوفوا ها هكذا وهنا نقلب هكذا ونزيد نقلب هذا لهنا وبعد نستعين نديرو هكذا. شوفوا على حسب هذيك المغرفه هاكا تشوفوها. حبيت نوري لكم كاع كل شيء كيفاش يليق هاي ليك ونبدا نرولي. شوفوا كيفاش راني نشد ونرولي هكذا هكذا يجيكم كيما الكاشير تاع برا خير وخير. هذا ما فيهش المواد حافظه. ومن بعد نبرم هكذا وكي نشوف كاين الهواء يعني كشبوله ولا كيما هنايا دركا نسيي ندير هكذا نثقبو هكذا شويه برك هايليك ونغلق منا ندير العقده هايليك. نزيد نعاود ندير هكا باش تخرج لي يعني الخبزه تاعي متحوفه ومنطور راهي تبرم هايليك. نعاود تاني ندور منا ونغلق وندير العقده هايليك. نسيو نسويوه هكذا هايليك. شوفوا هاكو شفتو هايليك ماهوش كبير بزاف على هاد الوسمو. دوك تاليت نجيب باطيي دالمينيوم ونزيد تاني نغلقو هنايا باش نضمن لي ما يدخلوش هذاك البخار هكذا. ونزيد تاني نبرم هنايا هنا بلا ما نغلقو نديرو غير هكذا ماشي كيما داك لو فيلم اليمونتير. ونزيد ندير تاني هكذا كاش خمسة قابي ونحطو في الكسكاس. دوكا القدرة تاعي راهي تتغلى نقص لها مليح مليح ونحسب له 45 دقيقة. هاي قلت لكم على حساب الكسكاس باش تفهموني. شوفوا كي درت هكذا المغرفة حطيتها هنايا دخلت بلي تسع. نتوما تاني ديروا هكذا حسابكم. دوك نغلق عليه بالغطا نقص له حتى الاخر ونحسب له 45 دقيقة. هنا بعد ما طاب لي جاز عليه 45 دقيقة نخليه حتى يبرد ونقدمه لكم. هاوليك حبيباتي الكاشير تاعنا ولا المرتديلا تاع الدجاج تاع الدار بلا ملون يعني بلا مواد حافظة لداخل صحي 100%. هاوليك درنا غير فلفل عكري وزدنا له الزيتون دي نوايوتي وزدنا له شوية تاع فلفل طرشي ولا فلفل حلو حمر وشويه فلفل حلو الاخضر هاي لي ودرنا له التوابل
والاروع وشويه تاع الدجاج شويه تاع سميد. وهنا نقدموه بالخبز يعني ميني باغيت. وشنو حبيبه قلبي، انا درت هذا الفيديو في النهار، درت هادو لي ميني باغيت وزدت هاد الكاشير. وشنو انا كل واحد نهبطه لكم وحده، باسكو يجيكم بزاف فيديو طويل ممل. كي تحبوا يعني تروحوا الكاشير تروحوا ديريكت لعندو، كي تحبوا تروحوا الميني باغيت تروحوا لعند لي ميني باغيت. هكذا انا حنقدمه لكم كيف كيف، كل واحد وحده. وشنو كندير لكم ساندويتش راكم تشوفوا دوكا الفيديو يعبر على نفسه. بسم الله دوك نقسم لكم يعني ميني باغيت تاعي. بسم الله بالموس المنشار، نستعين هكا بالموس تاع المنشار. خفيف ريشه هذا الخبز ما شاء الله، شوفوا هاوليك خفيف خفيف، شوفوا ما شاء الله هايليك، ما عندوش هذيك النبابه تاع الداخل بزاف. ونستعين هكذا بالكاشير تاعنا هايليك. تحبوا نديرو زوج زوج ولا نقسمو على زوج، تحبوا نتوما تزيدوا السلطه ولا تزيدوا الفرماج، هذا يرجع اليكم هايليك حبيبه قلبي. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش باللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يعني هذه الاكله اكله صيفيه وسهله للتحضير، ما تبخلونيش برك حبيبه قلبي باللايكات، بارطاجيو مع الحبه مع العائله باش تعم الفائده، هكذا باش تكبر القناه تاعنا في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.